مساء الخير. اللي راح نحكي بهالفيديو كيف انا ممكن اضيف اكستنشن او مجموعه اكستنشنز على البداله او السنترال اكسونتيل اس 200. طبعا اول شيء انا لازم اروح عن طريق اي براوزر عندي، ادخل على البداله عن طريق الديفولت اي بي اللي هو 192.168.5.150. طبعا اليوزر نيم الادمن والباسورد اكسون تل. هيك انا بكون دخلت على البدالة مشان اعمل الكونفيجريشن. قبل ما اروح انا اعمل اد للاكستنشن او اعمل اضافة للاكستنشن، راح اروح على البي بي اكس بيزك سيتنج جنرال بريفرنس، وهون حدد الرينج اللي انا بدي اعمل جنريت للاكستنشن من ضمنه. يعني هون اليوزر اكستنشن رينج عندي انا من 100 ل 616. طبعا انا في غيره اذا كان بدي اياه من 200 من 300 وات ايفر اي وونت. بعدين انا راح اروح على بي بي اكس، روح على اف اكس اس اند فويب اكستنشنز. طبعا انا عندي طريقتين لاضافه الاكستنشن، اما اضافه مجموعه اكستنشن او اضافه اكستنشن لوحده. هلا بالنسبه لاضافه مجموعه من الاكستنشن، راح اروح على اد بالك اكستنشنز، وهون بحدد بالفيد الاول كم عدد الاكستنشن اللي انا بدي اعملها جنريت، او البي بي اكس هي بتعملها جنريت اوتوماتيكلي. اثنين البروتوكول اللي انا بدي استخدمه هو سيب او اي اكس، لانه البي بي اكس بتدعم او البداله بتدعم تو بروتوكول. و اكستنشن ستارتنج فروم، انا من اي اكستنشن بدي بلش. فور اكزامبل هون راح اعمل انا جنريت العشرة اكستنشن كرييت. استنى ثواني، هون طبعا الاكستنشن جنريتد. انا بعد كل عملية لازم اروح اعمل ابلاي تشينجز مشان انا ثبت الاعدادات او التغييرات اللي عملتها على البدالة. هون في شوف العشرة extensions اللي نعملهم generate، وإذا بدي أشوف الباسورد لكل extension بعمل edit، بدخل هون بيكون باين عندي الاكستنشن اللي هو 100 for example، وهي الباسورد الخاصة بالاكستنشن. طبعا هاي أول طريقة لما أنا بدي أضيف مجموعة من الاكستنشن. لو أنا بدي أضيف extension manually، هلا ما بدي أضيف أنا مجموعة، بروح على add extension من هون. طبعا التايب اول شي راح احدد البروتوكول هو سيب او اي اكس، وهون راح احدد الاكستنشن اللي بضيفه الرقم، وهون بحط الباسورد. طبعا هاي في غيرها انا، ممكن احطها مثلا 1 2 3 5 6، لازم تكون at least هي 6 حروف او ارقام. name فور اكزامبل ممكن نحطه احمد، هو هذا النيم اللي راح يظهر على التليفون لما اتصل من الاكستنشن هذا. كولر اي دي رقم الاكستنشن، وريجستر نيم اللي هو نفس الاكستنشن اللي عندي. هلا بالنسبه للفويس ميل، اذا انا بدي اعمل انيبل الفويس ميل على هذا الاكستنشن او لا، واذا بدي كمان احدد انه ممكن انا ابعت الفويس ميل اللي بيوصلني على الاكستنشن هذا عن طريق الايميل اللي معمله سيت اب على بي بي اكس او على البدالة. ماكس ديوريشن او ماكس كول ديوريشن، واللي هو الفترة اللي ممكن انا احددها لهذا الاكستنشن، ممكن لأي مكالمة ممكن يجريها. فرضا انه مثلا انا حطيت هون 100، فأي مكالمة بتنعمل من الاكستنشن هذا اللي عملت له جنريت بس تتجاوز ال 100 سكند بتقطع المكالمة. طبعا اذا تركته فاضي معناته هو بيكون unlimited او غير محدد. VoIP setting، settings هدول اذا انا بدي اعمل register للاكستنشن هذا من خارج البدالة عن طريق الانترنت من خارج النتورك. طبعا هون لازم اختار نات وregister remotely. في تاب تاني اللي هي other settings، هون مثل other options، call waiting اذا انا بدي استخدم خاصية call waiting على الاكستنشن، don't disturb اللي هي خاصية عدم الازعاج، user web interface انه انا بقدر
اتحكم بالاوبشنز تبعي عن طريقة الويب انترفيس لهذا الاكستنشن. ورينج اوت هو اللي عدد الرنات اللي بحددها على هذا الاكستنشن. هون عندي 30 سكند تقريبا، يعني 8 او 9 رنات. طبعا في اوبشنز اللي هو فولو مي، او اللي احنا بنعرفه فورورد بالحالات الثلاثة اللي عندي always، انه على طول انا بعمل فورورد للاكستنشن هذا، او حالة النو انسر عدم الرد، او البيزي المشغول. طبعا الوجهة اللي انا بدي احول عليها هي اما تكون voicemail، او ممكن تكون اكستنشن تاني، او رقم موبايل. طبعا انا بس خلص هدول البيزك اوبشنز اللي بتهمني بالاكستنشن. راح اعمل سيف، بعدين ابلاي تشينجز، وهيك بكون عندي انا الاكستنشن كرييتد باليوزر نيم والباسورد اللي انا عملته. شكرا.